ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هكلمكم عن برفيوم جباره بجد، بمعنى كلمه جباره. خدتها من اوريفليم هديه، بقالي كام شهر كده، وجربتها، فتحتها واستعملتها. اسمها ماجنيتيستا، اهي ده شكلها واسمها. من الحاجات التحفه جدا جدا يا بنات بجد اللي جربتها في اوريفليم، حاجه كده يعني وهم وهم بجد. هي الناس اللي بتحب الروائح الشرقية والورود تجرب البرفيوم ده، يعني برفيوم ساحر بمعنى الكلمة. يعني أنا ما كنتش متخيلة إن هو هيبقى بالجمال ده. لا بجد حلو جدا جدا جدا، تحفة. ريحته كمان بتبقى ثابتة معاكي قوي قوي طول اليوم. ريحته فظيعة، يعني اللي هو اي حد هيشمك هيقولك انت حاطه ايه البرفيوم اللي انت حاطاه ده، من كتر ما هو حلو جدا جدا. وانا عشان بحب الورود وبحب الروائح الشرقيه برضو، فانا حبيته جدا. فلو انت بتحبي الورود والروائح الشرقيه جربيه، هيعجبك جدا جدا. تمام. كمان يا بنات لو انتوا عايزين تثبتوا البرفيوم وقت طويل جدا جدا معاكم قبل ما ترشي البرفيوم على جسمك، تندر كير او فازلين. تمام. حطيه كده على اماكن النبض، حطي التندر كير او الفازلين على اماكن النبض اللي هو هنا، تمام، وهنا كده الحتة دي كده ورا الودن كده، تمام. وبعد كده رشي البرفيوم، يعني حطي التندر كير ورشي عليه البرفيوم. وهنا برضو هتلاقي ان هو بيبقى ثابت معاكي طول اليوم، اكتر كمان ما هو بيثبت. ف بجد اعملوا الفكرة دي او الطريقة دي، هتعجبكم جدا. كمان زي ما قلتلكم البرفيوم رائع 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 يا بنات. لو انت بتحبي الروائح الشرقية والورود جربيه، من الحاجات بجد اللي جربتها وازهلتني جدا. مرسي جدا يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مرسي جدا ليكم.